الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم بكل مقاماتكم السامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء تحية إجلال وعرفان إلى كل الذين جاهدوا بأنفسهم وزمنهم وجاءوا من مختلف بقاع السودان شمالا وجنوبا شرقا وغربا، من قادة الأحزاب والسياسيين والعسكريين والدبلوماسيين وأعيان القبائل والعمد والنظار وقادات الإدارات الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية وأساتذة الجامعات ورجال الأعلام والإعلاميين من كل حدب وصوف، وإلى كل النساء والرجال الذين جاءوا من كل فج عميق ليس لشيء إلا إحقاقا للحق ونصرة لرجل بقامة وطن. الله أكبر الله أكبر. وإيمانا منكم بالظلم الذي وقع على الفريق أول ركن بكر حسن صالح وإخوانه الغر الميامين الذين اعتقلوا لأكثر من 1000 يوم ظلما وبهتانا، فك الله بالعز أسرهم جميعا إن شاء الله. ونحن نعلم أن وما النصر إلا صبر ساعة، وإنا لنراه صابرا محتسبا في محبسه ثابتا لم تغيره الظروف الحبس ولم يدخل في قلبه الوهم، وإن جارت عليه أحكام العمر والسنين وتطاولت عليه المظالم دون جرم ولا جريرة، ولكن نحسبهم على حق وأنهم صبروا وأن الله على نصرهم لقدير. وإذا أردت الحديث عن الفريق أول ركن بكر حسن صالح كان لزاما علي أن أبتدر الحديث بالحمد لله الذي وهبنا إياه والده، وأن أختتم بالشكر والثناء لله رب العالمين. فهو رجل بغامة كل أبنوس الجنوب وكل نخيل الشمال، وليس غريبا علي أن يتم تشبيهه بالنخيل، فالكل يعلم مدى حبه له وقد وهبه الله الكثير من صفاته، فهو يشبه النخيل قامة ومقاما. النخيل الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين من سورة الكهف، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وأثبتت الدراسات أن من أهم أسباب نجاح الزراعة وجود النخيل حولها، وكذلك سعادة الفريق ما وجد في مكان إلا زانه وإن كان هذا المكان محبسا، فقد وضع بصمته في كل المهام التي أوكلت إليه ابتداء من حفظ أمن البلاد وأمانها، فقد كان سدا منيعا أمام كل المؤامرات التي كانت تحاك للضرر للبلاد داخليا وخارجيا، مرورا بتشييد الصروح التي أعادت للدولة هيبتها كالقصر الرئاسي الجديد والفلل الرئاسية التي ساهمت بشكل كبير في استقبال الوفود في القمم العربية والإفريقية، وصولا إلى إعمار الأرض بإحياء المشاريع الزراعية ودعم مؤسسات الثروة الحيوانية التي عادت على البلاد بالنفع الكثير، وكل ذلك على سبيل المثال إلى الحصر. ولن أطيل الحديث عن إنجازاته، فقد كان قليل الكلام كثير الأفعال حتى لقب بالجنرال الصامت، وإنجازاته واضحة جلية يراها أي كفيف. ولكن اليوم نحن إذ ننشد عدالة ولا شيء غير ذلك، ولكن أي عدالة هذه التي يسعى فيها الشخص شهورا ليجد طريقه فيه إلى القضاء ليقول فيه قوله الفصل؟ ولكن هي سنة الله في كونه، فلو انتصر الحق دوما لم تلأت صفوف الدعاة بالمنافقين، ولو انتصر الباطل دوما لشك الدعاة في الطريق، ولكنها ساعة وساعة، فساعة انتصار الباطل فيه غربلة للدعاء، وساعة انتصار الحق حينها يأتي اليقين. أكرر شكري وعرفاني نيابة عن أسرتي وجميع أهل الفريق أول ركن بكر حسن صالح إلى كل الحضور داخل هذه القاعة والمئات خارجها الذين لم يتمكنوا من الدخول لضيق المكان، وإلى كل الذين لم يتمكنوا من الحضور نظرا لصروف الحياة الصعبة ولكن كانوا حاضرين معنا بوجدانهم ودعواتهم الصادقة. وأخص بالشكر كل المحامين في هيئة الدفاع عن رموز الإنقاذ الذين ظلوا لشهور بل لأعوام يعملون بجهد لرفع الظلم ورد الحقوق إلى أهلها، وكما تابعنا وتابعتم في بيانهم الأخير عن قرار رجوع المرضى من المستشفيات إلى سجن كوبر دون الموافقة الطبية، الأمر الذي يعتبر جريمة منافية إلى كل الأعراف والقوانين،
ولا يقره شرع ولا دين، ويرقى للشروع في القتل نظرا لحالتهم الصحية كما ورد في البيان، ولكن الله غالب على أمره وهو على نصرهم لقدير. جزاهم الله وجزاكم عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر.